بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الروايات التي ذكرها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت باب ما جاء في الدخول في أرض الخراج. قال باب ما جاء في الدخول في أرض الخراج. ثم ذكرنا أولى تلك الروايات، وكانت رواية عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: من عقد الجزية في عنقه فقد برئ مما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: من عقد الجزية في عنقه فقد برئ مما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت الرواية الثانية رواية عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أخذ أرضا بجزيتها فقد استقال هجرته، ومن نزع صغار كافر من عنقه فجعله في عنقه فقد ولى الإسلام ظهرا. وقلنا أن المحقق قال عن هذه الروايات أنها ضعيفة الإسناد، وتكلمنا عن جانب من هذه الأحكام، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: من أخذ أرضا بجزيتها فقد استقال أجرته، ولما ذكر أيضا معاذ بن جبل رضي الله عنه ذلك الحكم: من عقد الجزية في عنقه فقد برئ مما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا أن هذه المسألة تأتي بأن المسلم يشتري هذه الأرض الخراجية من الكافر، فيلزمه عند ذلك الخراج، وهذا على قول من قال أن هذا الخراج هو جزية، وعلى قول من قال أن الخراج جزية، وبالتالي فإنه قد التزم هذه الجزية وما ضربت أساسا إلا على ذلك الكافر، فكأنه عقد الجزية في عنقه كما قال وكما بين معاذ بن جبل رضي الله عنه، وكما ذكر أيضا النبي صلى الله عليه وسلم: ونزع صغار كافر من عنقه فجعله في عنقه. قلنا لأن الجزية بتأخذ من ذلك الكافر، عن يعطوا الجزية عن يد وهم صغيرون كما قال ربنا سبحانه وتعالى، فالجزية فيها صغار لذلك الكافر، فيها صغار لذلك الكافر. إن التزم المسلم أن يدفع هذا الخراج كنتيجة لشراء هذه الأرض الخراجية من ذلك الكافر، فكأنه نزع ذلك الصغار والذل والهوان الذي كان في عنق الكافر، وكأنه جعل هذا الذل أو الصغار في عنقه. قال: فقد ولى الإسلام ظهرا، فقد ولى الإسلام ظهرا. قال: ذلك لأن الكافر ذليل بأداء الخراج، وإذا أخذ المسلم تلك الأرض منه ورجع الذل إليه فيكون كما لو نزع الذل من عنقه ثم جعله في عنق نفسه. والإسلام عزيز والكفر ذليل، وإذا اختار المسلم الذل فقد ولى ظهره الإسلام، فقد ولى ظهره الإسلام. قلنا هنا استعلاء الإيمان، والمسلم في عزة ومنعة، والكافر في ذل وصغار وهوان، وبالتالي دي صورة من الصور، صورة من الصور كما يبينها النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا على الرغم أنه بيع وشراء، وبيع وشراء نقول يعني تم بصورته الصحيحة، ولكن مع ذلك المسلم ينأى بنفسه أن يكون في أمثال هذه المواضع، المسلم ينأى بنفسه أن يكون في أمثال هذه المواضع. قال: والحديث فيه نهي عن شراء أرض الخراج من الذمي وغيره لما فيه من المذلة، والمؤمن لا يذل نفسه. يبقى فيها نوع من أنواع المذلة، لأن هذه الجزية ما ضربت على ذلك الكافر إلا لكفره، وقلنا أيضا هذه الجزية يبقى دليل على الذل والهوان والصغار الذي يكون على الكافر، فما ينبغي أن ينزع هذا الصغار من عنق الكافر إلا بإسلامه. إذا دخل الإسلام وأسلم
إعادة ذلك بتسقط الجزية ويسقط هذا الصغار الذي على ذلك الكافر. فالحديث فيه نهي عن شراء أرض الخراج من الذمي ومن غيره لما فيه من المذلة، والمؤمن لا يذل نفسه. وكذلك الاستئجار، يعني لا يستأجر أيضا هذه الأرض الخراجية من ذلك الذمي. قال والأرض الخراجية أنواع. قال العلماء والأرض الخراجية أنواع. نوع منها أن يفتح الإمام بلدة قهرا ويقسمها بين الغانمين ثم يعوده ثمنها ويقفى على المسلمين ويضرب عليها خراجا كما فعل عمر رضي الله عنه بسواد العراق كما بينا ذلك قبل هذه المسألة. أن يفتح الإمام بلدة صلحا على أن تكون الأراضي لنا ويسكنها الكفار بالخراج، فالأرض في والخراج أجرى لا يسقط بإسلامهم. قلنا الخراج لو كان عبارة عن جزية بيسقط بإسلام ذلك الكافر كما بينا، كما يسقط عن عنقه يسقط أيضا عن الأرض لو قلنا أن هذا الخراج عبارة عن جزية. فصورة من صور الأرض الخراجية أن يفتح الإمام بلدة صلحة على أن تكون الأراضي لنا ويسكنها الكفار بالخراج، فالأرض في والخراج أجرى لا يسقط بإسلامهم. والصورة الثالثة أن يفتحها صلحا على أن تكون الأراضي له ويسكنونها بالخراج. قال فهذا الخراج جزية يسقط بإسلامهم. قلنا ترغيبا يعني على دخولهم إلى ذلك الدين، ترغيبا على دخولهم إلى هذا الدين. وقد صح أن الصحابة رضي الله عنهم اشتروا أراضي الخراج وكانوا يؤدون خراجها. يبقى ليس هذا النهي على التحريم، يبقى هذا النهي ليس على التحريم ولكن على الكراهة التنزيهية لوقوع ذلك من الصحابة رضي الله عنهم. ثم أذكر بعد ذلك باب آخر، باب في الأرض يحميها الإمام أو الرجل. قال باب في الأرض يحميها الإمام أو الرجل. ثم ذكر رواية عن الصعب بن جثامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا حمى إلا لله ولرسوله. قال لا حمى إلا لله ولرسوله. قال ابن شهاب وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حمى النقيع. كذلك أيضا في رواية أخرى عن الصعب بن جثامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع وقال لا حمى إلا لله عز وجل. فلذلك ترجم أبو داود رحمه الله هذه الترجمة، قال ما في الأرض يحميها الإمام أو الرجل. الإمام الأرض يحميها الإمام أو الرجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حمى إلا لله ولرسوله. قال والحمى وذلك المكان. قال يحمى من الناس والماشية ليكثر كلأه. يبقى ده في مكان، هذا المكان حيمنع فيه الناس من رعي الإبل أو الغنم فيه، ويحدد هذا المكان ويخصص لإبل الصدقة أو للإبل التي يحمل على ظهرها في سبيل الله أو الخيل التي يحمل على ظهرها في سبيل الله. يبقى على ذلك نقول أن هذا المكان المحمي، يبقى ده مكان ممنوع حد يرعى في هذا المكان. قلنا على الرغم أن الناس شركاء في ثلاثة، في الكلأ والماء والنار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن دعت المصلحة إلى ذلك، دعت المصلحة العامة إلى ذلك. ولكن هذا الحمى لا يجوز لرجل أن يحمي ذلك المكان لنفسه، ولكن هذا من فعل الإمام يحمي ذلك المكان لترعى فيه إبل الصدقة، وأن حتى لا تكون عرضة للضياع، وكذلك بيرعى فيها الخيل التي يحمل على ظهرها في سبيل الله، وكذلك الإبل التي يحمل على ظهرها في سبيل الله. يبقى ده أساسا للمصلحة العامة، ودعت المصلحة إلى ذلك الأمر حتى لا يفوز ذلك المال على المسلمين. فلذلك قال لا حمى إلا لله ولرسوله. لا حمى إلا لله ولرسوله. يقول في ذلك الإمام الشافعي رحمه الله معنى هذا الكلام وتوجيه ذلك الكلام لا حمى إلا لله ولرسوله، قال يحمل على أمرين. الأمر الأول ليس لأحد أن يحمي المسلمين إلا ما حماه النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني معناه إلا على مثل ما حماه عليه النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هذه الرواية لا حمى
إلا لله ولرسوله. يا ترى ما معنى ذلك الكلام؟ طبعا هنا الكلام لا يفسر عن طريق الآراء، ولكن ننظر إلى تفسير العلماء لأمثال هذه الروايات. قلنا قد يفهم معنى ليس هو المعنى المقصود، إذا نظرنا إلى ألفاظ الرواية قد نفهم معنى ليس هو المقصود، وبالتالي لابد من الرجوع إلى العلماء لننظر كيف وجهونا هذا الأمر. فالإمام الشافعي رحمه الله قال يحتمل معنى الحديث شيئين، لا حمى إلا لله ورسوله، يبقى معنى الكلام ده يعني لا يجوز لأي إنسان مسلم حتى لو كان إماما للمسلمين أن يحمي مكانا آخر غير الأماكن التي حماها النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى دي الأماكن التي كانت في عهد صلى الله عليه وسلم وحماها النبي صلى الله عليه وسلم، لا يجوز أن احنا أن نزيد على هذه الأماكن، يبقى كأن هذا من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني قال معناه أنه إلا على مثل ما حمى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى يا ترى لما حمى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأماكن نقول يا ترى ما كانت هي العلة، ما كانت العلة في ذلك؟ قلنا حتى ترعى فيها إبل الصدقة والإبل التي يحمل على ظهرها في سبيل الله، وكذلك ترعى فيها الخيل التي يحمل على ظهرها في سبيل الله، وبالتالي طالما المعنى ده موجود يبقى جاز للإمام أن يحمي أيضا بعض هذه الأراضي التي يراها فيها المنفعة لذلك الأمر أو لكي ترعى فيها إبل الصدقة، وأنه ممكن تكون إبل الصدقة بقت كثيرة، وكذلك الخيل التي يحمل على ظهرها، والأرض التي حماها النبي صلى الله عليه وسلم نقول لا توفي بذلك الغرض، فجاز عند ذلك للإمام أن يحمي أيضا بعض هذه الأراضي لما يراه من مصلحة تعود على المسلمين في رعي هذه الإبل أو الغنم التي تكون من الصدقات. يبقى يا ترى ده حكم خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم فقط ولا أيضا الإمام؟ يبقى ده معناه أن جاز للإمام أن يحمي من الأراضي ما يراه صالحا لرعي إبل الصدقة أو الأنعام الصدقة بصفة عامة، والأنعام التي يحمل على ظهرها، وكذلك الخيل التي يحمل على ظهره. فعلى الأول ليس لأحد من الولاء بعده أن يحمي، يبقى ده حكم خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، يبقى الأماكن التي حماها النبي صلى الله عليه وسلم يبقى هي هذه الأماكن المحمية، لا يجوز نحن أن نزيد عليها، ولا يجوز لإمام المسلمين بعد ذلك أن يزيد عليها، يبقى كأنه حكم خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي هذا الحكم يبقى بعد موته يظل على حاله لا زيادة في ذلك المكان. وعلى الثاني يبقى أن النبي صلى الله عليه وسلم بتصرفه يعني يلحق ذلك تصرف الإمام من بعده، فقال يختص الحمى بمن قام مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الخليفة من بعده. قال ومحل الجواز مطلقا ألا يضر بكافة المسلمين، ما يكونش فيها نوع من أنواع المضرة بالمسلمين، قلنا على أساس أنه ممكن يقتطع أو يحمي أرضا، نقول الأرض دي أساسا بعد ذلك لا مكان للمسلمين لرعي الإبل أو الغنم، قلنا استحوذ على الأماكن القريبة، وبالتالي نقول الأماكن الأخرى بعيدة لا تقوى الإبل أو الأنعام، إن كان الرجل يريد يعني الرعي في هذه الأماكن لوجود الكلى والعشب نقول بعيدة وفيها هلكة لهذه الأغنام أو الأنعام، يبقى بالصورة التي لا يكون فيها مضرة بكافة المسلمين، يكونش فيها مضرة بكافة المسلمين، ولكنه كده هيحمي الأماكن القريبة وتظل مع ذلك الأماكن البعيدة التي قد لا يقوى يعني البعض على أن يأتون إلى ذلك المكان، نقول لا، بما يحقق به المصلحة أيضا وبما لا يكون به مضرة بكافة المسلمين. أيضا قال صعب بن كسامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع وقال لا حمى إلا لله عز وجل، يبقى ما فيش إنسان يقتطع هذه الأرض ويحمي هذه الأرض لخاصة نفسه ولمصلحته، ولكن ما حماها النبي صلى الله عليه وسلم إلا للمنفعة العامة. وقلنا دائما أن الإمام ينظر إلى المصلحة العامة للمسلمين
في تصرفاته. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر وباب ما جاء في الركاز وما فيه. قال باب ما جاء في الركاز وما فيه. ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الركاز الخمس. قال في الركاز الخمس، ويقصد بالركاز دفن الجاهلية. يبقى يقصد بالركاز دفن الجاهلية، يبقى نقول هي الآثار المدفونة قبل الإسلام، آثار مدفونة قبل الإسلام، يبقى ده دفن الجاهلية. في الركاز الخمس يبقى إنسان كده يعني وجد عملات مثلا ذهبية يبقى كانت مدفونة في الأرض ليست مملوكة لأحد، وكانت هذه العملات يبقى عملات كانوا يتعاملون بها قبل الإسلام، يبقى ده دفن الجاهلية. فعلى ذلك إن حصل عليها نقول يستخرج وفي الركاز الخمس، يبقى يخرج الخمس منها كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. بمجرد أنه يلتقط هذه الأشياء يخرج الخمس مباشرة، يبقى نقول لا ينتظر حتى يحل الحول، لا، ولكن يخرج الخمس مباشرة بغض النظر عن كم ذلك الركاز، قليلا كان أو كثيرا، يبقى نقول ليس له نصاب محدد. وكذلك أيضا لا نخرج هذه النسبة المقدرة بعد أن يحول الحول، لا، نقول بمجرد أن هو يحصل على هذه الأموال اللي هي الركاز، يبقى على ذلك نقول يقوم بإخراج الخمس منها، يقوم بإخراج الخمس منها. وحنذكر أيضا يعني كيف ينفق ذلك الخمس. يبقى الركاز هو دفن الجاهلية، هو دفن الجاهلية كما قال ذلك الإمام مالك والإمام الشافعي رحمه الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي الركاز الخمس. يا ترى في الركاز الخمس هل المعادن بتدخل تحت هذا المسمى؟ وبالتالي لو حصل إنسان على منجم فيه معادن فاستخرج هذه المعادن نقول ده ركاز، وبالتالي يطالب بإخراج الخمس من ذلك، أم أن المعادن ليست من الركاز؟ ذكر العلماء رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المعدن جبار وفي الركاز الخمس. قال المعدن جبار وفي الركاز الخمس. قال عطف الركاز على المعدن وفرق بينهما في الحكم، فعلم منه أن المعدن ليس بركاز عند النبي صلى الله عليه وسلم، بل هما شيئان متغائران. ولو كان المعدن ركازا عنده لقال المعدن جبار وفيه الخمس، لقال المعدن جبار وفيه الخمس. رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العجماء جرحها جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس. يعني في رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العجماء جرحها جبار، جبار يعني هدر، يعني هدر، والبئر جبار والمعدن أيضا جبار. قال وفي الركاز الخمس. فقال عطف الركاز على المعدن، وبالتالي على ذلك قالوا يبقى فرق بين الحكمين، فعلم من ذلك أن المعدن ليس بركاز عند النبي صلى الله عليه وسلم، بل هما شيئان متغائران. يعني معنى الكلام إن وفي الركاز الخمس، ولكن هذا لا ينطبق على المعادن، هذا لا ينطبق على المعادن، يبقى المعادن ده ما يستخرج من باطن الأرض. فيا ترى في الحالة دي هل إحنا هنفرض عليه الخمس؟ يبقى وجد ذلك المعدن استخرج ذلك المعدن، يبقى دي معادن. نقول لا، المعادن لا تعامل معاملة الركاز. واستدل العلماء في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال العجماء جرحها جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس، فقالوا يبقى الركاز ده شيء آخر غير أيضا المعادن، فلا ينطبق عليها ذلك الأمر. العجماء جرحها جبار يبقى معنى كده أن نقول يعني هذا الفرس انفلت ثم ضرب إنسان فمات، يبقى نقول جرحها جبار، يبقى ده كله هدر لا دية في ذلك، ده جبار. البئر جبار يبقى في بئر قديمة كده مر إنسان وقع فيها، بئر غير مملوكة الإنسان، يبقى هدر لا دية لذلك الإنسان. أو إنسان بنى بئرا في داره أو في ملكه، وبالتالي أحاط ذلك المكان أو مكانه بصفة عامة بسور، نقول لو إنسان يبقى تسلق هذه الأسوار ثم وقع في البئر هدر لا قيمة له، يبقى دخل إنسان كده يعني هذا المكان. قلنا حتى
يعني دخل حتى يلتقط مثل بعد الثمار أو يقتصر الطريق على نفسه. فلو وقع في هذه البئر يبقى نقول هدر هدر، يبقى هنا لا ضمان فيه على مالك البئر، لا ضمان على مالك البئر. حتى لو حفر هذه البئر في أرض موات، في أرض موات، طالما أنه لم يتسبب في قتل ذلك المرء يبقى على ذلك نقول هدر، يبقى ده هدر من مات. وكذلك لو كان الإنسان بيحتفر بئرا، يبقى جبنا إنسان كده أجير عشان يحفر هذه البئر فانهار التراب عليه فمات، يبقى ده هدر، لا ضمان على صاحب البئر، لا ضمان على صاحب البئر. وكذلك المعدن جبار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى عمال مناجم كده وبالتالي يستخرجوا المعادن انهار عليه ذلك المنجم، يبقى على ذلك هذا جبار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كلام هنذكره بإذن الله سبحانه وتعالى لما نيجي نتكلم على الديان، لما نيجي نتكلم على الديان. يبقى العتماء جرحها جبار، يبقى على ذلك أهدر. بعض العلماء يفرقون يعني بين الليل والنهار، بين الليل والنهار، أن الإنسان مثلا له مشية، عنده مشية، وبالتالي هذه المشية دخلت على حقل فأفسدت الظرف، هل في ضمان ولا مفيش ضمان؟ فبعض العلماء يفرقون بين يعني هذه السريحة كانت نهارا يبقى كانت نهارا يبقى مفيش ضمان، كانت ليلا يبقى على ذلك يكون فيها الضمان. حنذكر ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى لما نأتي إلى الديان. فعلى ذلك قال كان المعدن ركازا عنده، لقال المعدن جبار وفيه الخمس، ولما لم يقل ذلك ظهر أنه غير، لأن العطف يدل على المغير، هذا ما ذكره الشارح. وبالتالي يبقى قول النبي صلى الله عليه وسلم في ركاز الخمس، يبقى قلنا أن الركاز هو دفن الجاهلية كما ذكر الإمام مالك والإمام الشافعي رحمه الله ذلك الأمر. كذلك أيضا قال في رواية عن الحسن قال الركاز الكنز العادي، قال الركاز الكنز العادي. أيضا في رواية عن ضباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب ابن هاشم رضي الله عنه أنها قال ذهب المقداد لحاجته ببقيع الخبخبة، فإذا جرز يخرج من جحر دينارا، ثم لم يزل يخرج دينارا دينارا حتى أخرج 17 دينارا، ثم أخرج سرقة حمراء كانت يعني فيها دينارا فكانت 18 دينارا، فذهب بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره وقال له خذ صدقتها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل هويت إلى الجحر؟ قال لا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك الله لك فيها. يبقى قال الركاز هو الكنز العادي نسبة إلى عاد، نسبة إلى عاد، قال أي الجاهلي، الركاز هو الكنز الجاهلي اللي هو دفن الجاهلية كما قال الإمام الشافعي رحمه الله. ويقال كل قديم عادي ينسبونه إلى عاد وإن لم يدركهم، ولكن ده نسبة أي أنه قديم، أي أنه دفن الجاهلية، يبقى لما نسبوه إلى عاد على أساس نحن نقول هذا من دفن الجاهلية. ولذلك ذكرت ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها قال ذهب المقداد لحاجته ببقيع الخبخبة، فإذا جرز فأرة يخرج من جحر دينارا، لا كده فأرة أخرجت دينار من الجحر وألقته أمامه، ثم لم يزل يخرج دينارا دينارا حتى أخرج 17 دينارا، ثم أخرج سرقة حمراء خرقة كده فيها دينارا فكانت أو صارت 18 دينارا، فأخذها وذهب بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره وقال خذ صدقتها، يعني يأخذ منها الصدقة المفروض عليها، ظن أنها ركاز. فعلى ذلك فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل هويت إلى الجحر؟ يعني يا ترى هو مد يديه في الجحر واستخرج هذه الدنانير؟ قال لا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك الله لك فيها. فقال العلماء أنها تعامل عند ذلك معاملة اللقطة، تعامل عند ذلك معاملة اللقطة. أما إن هو لو مد يديه داخل الجحر ثم أتى بهذه الدنانير أصبحت عند ذلك ركاز، أصبحت عند ذلك ركاز. فلذلك كان ذلك السؤال من النبي صلى الله عليه وسلم هل هويت إلى الجحر؟ معنى الكلام أي مد يديه إلى الجحر ثم استخرج هذه الدنانير، فلما قال لا
فقال له بارك الله لك فيها. فقال الإمام الخطابي رحمه الله هذا ندل على أنه جعلها له في الحال، ولكنه محمول على بيان الأمر في اللقطة التي إذا عرفت سنة فلم تعرف كانت لآخذها. إما الإمام الخطابي رحمه الله يجي هذا الكلام أنه بارك الله لك فيها، قال على أساس أنها هتعامل معاملة اللقطة، واللقطة لا تحل لذلك الملتقط إلا إن قام بتعريفها سنة كاملة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الشاهد هو يعني فرق ما بين الأمرين، هنا أخذ الدنانير، ويبقى نقول لو التقط الدنانير من الجحر بيده أصبحت ركاز، أصبحت ركاز فيها الخبز كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر بعد ذلك أبو داود رحمه الله آخر هذه الروايات تحت ذلك الكتاب، كتاب الخراج والفي والإمارة. قال باب نبش القبور العادية يكون فيها المال، قال باب نبش القبور العادية يكون فيها المال. ثم ذكر رواية عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين خرجنا معه إلى الطائف فمررنا بقبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا قبر أبي رغال، وكان بهذا الحرم يدفع عنه، فلما خرج أصابته النقمة التي أصابت قومه بهذا المكان فدفن فيه، وآية ذلك أنه دفن معه غصن من ذهب، إن أنتم نبشتم عنه أصبتموه معه، فابتدره الناس فاستخرجوا الغصن. ذكر عبد الله بن عمرو بن العاص، عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين خرجنا معه إلى الطائف فمررنا بقبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا قبر أبي رغال، وكان بهذا الحرم، بيحكي لهم قصة هذا الرجل كان بهذا الحرم. قيل أن أبو رغال ده كان من ثمود، وبالتالي لما أصابتهم هذه اللعنة بسبب العتو والعصيان وقضى عليهم ربنا سبحانه وتعالى بالدمار والهلاك، كان ذلك الرجل بالحرم، كان ذلك الرجل بالحرم، وكان بالحرم، كان الحرم يدفع عنه، وبالتالي كان الحرم يدفع عنه، وكان بهذا الحرم يدفع عنه، وبالتالي لم يصب ما أصاب القوم. قال فلما خرج من الحرم أصابته النقمة التي أصابت قومه، يبقى الحرم عند ذلك هذا مكان آمن، نعم، رغم أنه هذا الرجل دخل وكان من أولاء القوم، ربنا سبحانه وتعالى يعني أصاب بهذه النقمة، ولكن هو دفع عنه الحرم، وما أصيب بهذه النقمة التي أصاب الله عز وجل بها قومه إلا بعدما خرج من الحرم. قال فدفن فيه، قال فلما خرج صوت النقمة التي أصابت قومه هذا المكان فدفن فيه، وآية ذلك أنه دفن معه غصن من ذهب، إن أنتم نبشتم عنه أصبتموه معه، وبالتالي قال في ذلك جواز نبش قبور الكفار، جواز نبش قبور الكفار إن كان فيها نفع للمسلمين، كان فيها نفع للمسلمين. قال إن أنتم نبشتم عنه أصبتموه معه، ما كان النبش من أجل ذلك الغرض، ليس النبش من أجل نبش القبور فقط، ولكن نبش قبور الكفار إن كان هناك منفع فيه، كأنهم أرادوا هذا المكان، وبالتالي يقومون بنبش هذه القبور، وأيضا يلقون ما تبقى منها من عظام إلى مكان صحيح. ونقول إن كانت دعت المنفعة إلى ذلك، أو كان هناك كنز تحت هذه مع هذه القبور دفنت مع المشركين، فجاز أيضا نبش ذلك حتى نستخرج ما وضعوه من أموال أو من هذه من هذا الذهب أو الفضة معهم في قبورهم، فابتدره الناس فاستخرجوا الغصن، فاستدروا الناس سرعوا إلى نبش ذلك القبر حتى استخرجوا الغصن. قال الإمام الخطابي رحمه الله هذا سبيل سبيل الركاز، لأنه مال من دفن الجاهلية لا يعلم مالكه، يبقى ده مال من دفن الجاهلية لا يعلم مالكه، مش مالك، نقول ده المالك بتاعه، نقول أبو رغال مثلا، نقول هلك هلك، وده من العصور قديمة جدا، فعلى ذلك ليس هناك يعني من يدعي ذلك الغصن، وبالتالي يبقى هذا مال من دفن الجاهلية، ومن استخرج ذلك أصبح ركازا، هيخرج الخمس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الركاز الخمس. وفي دليل على جواز نبش قبور المشركين إذا كان يعني هناك منفعة للمسلمين في ذلك، وأن
قال ليست له حرمة كحرمة المسلمين، ليست له حرمة كحرمة المسلمين. ثم بعد الانتهاء من هذه التراجم التي ذكرها أبو داود رحمه الله تحت كتاب الخراج والفيء والإمارة، بينتقل إلى كتاب آخر وهو كتاب الجنائز. قال كتاب الجنائز، ثم ذكر أولى التراجم تحت هذا الكتاب وباب الأمراض المكفرة للذنوب. قال باب الأمراض المكفرة للذنوب، وطبعا المرض بصفة عامة يكفر به الذنب كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى شكوى إلا كفر الله بها من خطايا. يبقى نقول إن الأمراض بتكفر بها الذنوب، الأمراض بتكفر بها الذنوب. وقال العلماء يكفر بها الذنوب على الجزم، يعني كفارة. يبقى نقول المرض كفارة، يبقى كفارة، نقول كفارة طهور إن شاء الله كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. لما بنيجي نعود المريض نقول له كفارة وطهور إن شاء الله، أي أن هذا المرض يمحق به ربنا سبحانه وتعالى يعني الذنوب كلها. يبقى كفارة ده على سبيل الجسم، على سبيل الجسم نقول كفارة إن شاء الله، إن شاء الله يبقى تبركا يعني ليس تعليقا، إنما هو على سبيل الجزم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ما يصيب المسلم، يبقى أي نوع من أنواع الابتلاء حتى لو شوكة كده دخلت في يدي أو في قدمي، يبقى عند ذلك أي نوع من أنواع التألم بسبب ذلك الابتلاء، يبقى حتى نقول يعني إن كان يعني ألم معنوي أذى غم هم، يبقى نقول كده مشكلة غمت هذا الإنسان أو أمر أهم ذلك الإنسان فجعله في غمة، وبالتالي عند ذلك نقول كل ذلك يكفر به من سيئات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه عطية من الرب سبحانه وتعالى، هذه عطية من الرب سبحانه وتعالى. يبقى نقول إن المرض كفارة للذنب، سواء مرض فعلا يعني أصاب بدن الإنسان أو كان من الأمراض نقول النفسية والمعنوية. يبقى كل ذلك قلنا حتى الشوكة تدخل في يدي أو في قدمي الله تعالى يكفر بها من ذنوب ذلك الإنسان. يبقى كفارة وطهور إن شاء الله، أي يطهر بها هذا الإنسان من ذنوبه إن شاء الله. نقول لأن المرض مش هيطهر الذنوب كلها، ولكن إحنا يعني بنعلق ذلك على مشيئة الرب سبحانه وتعالى، لكن هو كفار على سبيل الجسم. فمن رضي فله رضا وسقط عليه الصمت كما قال النبي وبين صلى الله عليه وسلم. الصبر بقى منزلة أخرى، أصبر على ذلك المرض يبقى ده منزلة أخرى، يبقى يرضى بمقدور رب سبحانه وتعالى دي منزلة أخرى. ولكن ابتداء كده نقول المرض كفارة لذلك الذنب، كفارة لذلك الذنب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي قال باب الأمراض المكفرة للذنوب. ذكر رواية عن محمد بن إسحاق قال حدثني رجل من أهل الشام ويقال له أبو منظور عن عمي قال حدثني عمي عن عامر الرام أخي الخضر قال أبو داود قال النفيلي قال هو الخضر ولكن كذا قال قال إني لببلادنا، إني لببلادنا إذ رفعت لنا رايات وألوية فقلت ما هذا؟ قالوا هذا لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتيته وتحت شجرة قد بسط له كساء وجالس عليه وقد اجتمع إليه أصحابه فجلست إليهم، فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسقام فقال إن المؤمن إذا أصابه السقم أو السقم ثم أعفاه الله منه أو عنه كان كفارة لما مضى من ذنوبه. قال إن المؤمن إذا أصابه السقم أو السقم ثم أعفاه الله منه كان كفارة لما مضى من ذنوبه وموعظة له فيما يستقبل. وإن المنافق إذا مرض ثم أعفي كان كالبعير عقله أهله ثم أرسلوه فلم يدري لما عقلوه ولم يدري لما أرسلوه فقال رجل ممن حوله يا رسول الله ومن أسقاه؟ والله ما مرضت قط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قم عنا فلست منا. فبين نحن عنده إذ أقبل رجل عليه كساء وفي يده شيء قد التف عليه فقال يا رسول الله
إني لما رأيتك أقبلت إليك، فمررت بغيضة شجر فسمعت فيها أصوات فراخ، فراخ طائر، فأخذتهن فوضعتهن في كسائي، فجاءت أمهن فاستدارت على رأسي، فكشفت لها عنهن فوقعت عليهن معهن، فلفتهن بكسائي فهن أولئي معي. قال دعهن عنك، فوضعتهن وأبت أمهن إلا لزمهن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه: أتعجبون روحم أم الأفراخ فراخها؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: فالذي بعثني بالحق لله أرحم بعبادي من أم الأفراخ بفراخها، ارجع بهن حتى ضعهن من حيث أخذتهن أمهن معهن. فرجع بهن. أيضا في رواية عن إبراهيم المهدي السلمي عن أبي عن جده: وكانت له صحبة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن العبد إذا سبقت له من الله منزلة لم يبلغها بعمله ابتلاه الله في جسده أو في ماله أو في ولده. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا سبقت له من الله منزلة لم يبلغها بعمله ابتلاه الله في جسده أو في ماله أو في ولده. قال زاد بن نفيل: ثم صبره على ذلك حتى يبلغه المنزلة التي سبقت له من الله تبارك وتعالى. الرواية دي لا تجعل الإنسان أبدا يتسخى ذلك القدر. إن أصيب بمرض كيف يصبر ويحتسب وكيف يرضى بمقدور الرب سبحانه وتعالى. وبالتالي نقول يعني الخير فيما اختار وارتضى لنا ربنا سبحانه وتعالى، فلا يكون على الإنسان إلا أن يقول. نقول لا يقول بلسانه فقط، ولكن تنطق جميع جوارح الإنسان بما فيها القلب: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. ونرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن هذه الروايات إلى المرة القادمة. نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.